برضو احسن، كان مش حلو قوي بس كان وحش يعني، في حاجات وحشه واكمل كان وحش قوي الصراحه. يعني كان في صعب كتير ولا رساله مش ولا غير مباشره؟ يعني في حاجات غير مباشره كتير قوي بس يعني حلت لي نجحني يعني. طب والوقت قضى ولا لا؟ الوقت يعني مش قوي. ساعه ونص في الف وب ليه يعني؟ ليه اربع اسئله في الف وب؟ حرام. في الاحصاء ولا الاقتصاد؟ الاقتصاد كان سهل وكان كويس والوقت بتاعه كان ماشي يسمح، انما الاحصاء من ساعه ونص حرام، ده ما يرضيش ربنا. انا اهلي مش حراميه. كنت محتاجه وقت اطول يعني؟ نعم. كنت محتاجه وقت اطول؟ ايوه كنت محتاجه طبعا وقت اطول. المراقبين كانوا زي الزفت علينا. جامعه عين محمد. طب عملت ايه في الامتحان يا مروه؟ والله المحصول كان كويس تمام يعني، حالات لفه مثلا محتاجين وقت اطول ولا حرب على المنهج ولا ايه؟ كان محتاج وقت اطول من كده. في تسريب على البي بي ام، كان في تسريب على البي بي ام وناس كتير غشت يعني كده، وبعدين ده ظلم يعني. طب ازاي على البي بي ام مش المفروض تقفلوا موبايلاتكم اصلا؟ ما هو في اللي هم بيعرفوا يتعاملوا كده وبيخلوا الموبايلات ويعرفوا يغشوا يعني، يعني في ظلم. لو شلت البطاريه البتاع مش عارف. هم البنات ما عرفوش يتعاملوا بس الولاد ممكن بيفتحوا موبايلات وبيعرفوا يغشوا كده، وده ظلم طبعا. عمرها ما هتقارن. كان في شويه والاقتصاد كان كويس؟ اه الاقتصاد كان كويس. طب ولسه نظامها ايه يعني؟ الوقت مثلا مش زياده، في حاجه من بره المنهج، حاجه صعبه؟ لا هو الوقت قليل شويه عن الاحصاء. يعني الاحصاء الوقت فيها كان قليل، انما الاقتصاد كان كويس.